يلا بقول لك وسع سلم. يا ست ما ينفعش. لا يا حبيبي انا مش ست، انا ارجل من عيلتك كلها. اقول لك ايه؟ يلا نزل ايدك احسن لك. اديني على جنب. وسع ايدك يلا، انا لو اديتك نص هرقدك على الارض. وسع يلا، وسع يلا. ايه؟ مش عايزه بيت ايدي عليه. زغبي رايح لها بقى يا زغبي بمجانسك دي. يا عطيه مالك في ايه؟ عامله غرغر ايه؟ ما هو اللي عيل بلاف ومش عايزنا اخش. مش كل الناس عارفاكي. انت عارفه ان عبوده مقبوض عليه. ما انا جايه هنا عشان كده. هتعمل ايه بقى؟ دي لسه بفكر وبسويها في دماغي. ووصلت ليها يا شيف بابلو؟ هو انت لسه هتسويها؟ مالك يا بنت في ايه؟ ما تتكلمي عادي. الولية دي لازم تتجاب هنا من شعرها. والحكومه اللي قام بلغاها؟ لا الكلام ده بقى نفكر فيه لما نجيبها الاول ونعلقها. واحنا من امتى بنشتغل بالطريقه دي؟ من ساعه لما اخذ دراعك اليمين اتقبض عليه. وانا اللي قلت هاجي الاقيك قلب الدنيا، بس ما شاء الله جيت لقيتك مسقع لها على الاخر. مالك يا بنت في ايه؟ ما تظبطي كلامك بدل ما اظبطك. انا ما قلتش غير اللي جيت لقيته قدامي. وانت ساكنانه كده ليه؟ هو مش عبوده ده من رجالتك برضو ولا ايه؟ اديكي قلتي من رجالتي، يعني مسؤول مني انا. انت مال اهلك؟ انا بس حطيت نفسي مكانه يعني. عطيه خلاصه الحكاوه، شغل السهوكه اللي بينك وبين عبوده ده تسيبوه للعيال الصغيرين. مالوش مكان هنا. يعني هو قال لك اهو. ماليش فيه. بس اللي ليا فيه لما تقفي تتكلمي قدامي تبقي عارفه انت بتتكلمي مع مين وبتتكلمي ازاي وما تهبش منك. انا بس الواد صعبان عليا مش اكتر. ما يصعبش عليك يا غالي يا اختي. وشغلنا فيه كده وفيه كده. وعبوده عارف الكلام ده كويس. انت بس اللي يشوق عماكي. انت ناوي تسيبه؟ مش بابلو اللي يسيب رجالته. كله هنا في رعايتي. وعبود اخويا قبل ما يكون واحد من رجالتي. انا بفكر كويس عشان اعرف اخرجه بدل ما اشرف جنبه. يعني وصلت لايه؟ مالكيش فيه. ولو احتجت منك حاجه هبلغك. غير كده لا. واخر مره تتكلمي معايا بالطريقه دي. انا هودتك بس عشان عارف اللي بينكم. فما تسويش فيها. نهينا وانتهينا. يلا ترزق وما اسمعش حسك.